بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله أنا هاخد برنامج ميك موني كاش ايرنينج اب، برنامج 70 ميجا بايت، برنامج منزله أكتر من 5 مليون شخص. البرنامج هننزله وهنفتحه بالشكل ده. البرنامج عبارة عن برنامج ربح مال عن طريق إنك بتنزل ألعاب وتوصل فيها لمستوى معين، أو استبيانات بتعمل استطلاع رأي لحاجة معينة وبتضغط كل فترة على النجمة دي زي ما انتوا شايفين. بتحصل النقود او العملات معدنية. ده انا معايا 23 ألف عملة معدنية، انا لسه بنزل برنامج حالا اهو. لو ضغطت على 23 ألف هيقول لك انت كسبتهم عن طريق ايه. كسبت 6 آلاف من كذا، 7 آلاف من استطلاع كذا، تمام. انت دلوقتي اقل حد للسحب 7 دولار، والسحب على باي بال هتضغط على ال7 دولار دول. هيقول لك لا، عشان توصل ليهم لازم يبقى معاك 7 مليون نقطة. 7 مليون نقطة، بتكتب هنا الايميل الخاص ببي بال وتقول له سيف ايميل ادرس، وما تيجي تسحب بتقدر تسحب عليه بكل سهولة. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل اي استطلاع اي حاجة عشان نشوف البرنامج فعلا صادق ولا لا. هندخل هنا على ميديا هابت سيرفي، نضغط عليها اللي هي ب7000 دي. انا معايا 23 ألف. بيقول لك هاو ميني مينتس ا داي ار يو يوزنج ا فون، تقريبا قد ايه. قول له مور ذان 90 مينت، قول له نيكست، اضغط عليها تاني. هاو ميني مينتس ا داي ار يوزنج ا تلفزيون، 30 مينت اور ليس. وين دو يو واتش تي في فور ذا ماكسيمم تايم، نقول له مثلا ويك اند. كده حصلنا على 7000 نقطة، يعني موضوع سهل جدا. بقى معايا 30 ألف لو تلاحظوا فوق هنا، فوق هنا بقى معايا 30 ألف، تمام. طيب هنشوف حاجة تانية، جيمنج اكسبيرينس سيرفي، ده استطلاع للألعاب هنضغط عليه. ده ب8000. بلاي جيمز اون ا كمبيوتر، يعني انت بتلعب بانتظام الالعاب على الكمبيوتر، قول له يس، قول له نيكست. ديو ريجولاري بلاي جيمز اون ا كونسول، قول له مثلا نو. هل انت تلعب بانتظام على التليفون، هقول له نعم. ايه هي الفيفوريت جيم يعني على الموبايل جيمز، المسابقات ولا المغامرات، ولا المغامرات مثلا. كده خلصنا الاستطلاع. ده معايا 38 ألف زي ما انتوا شايفين فوق على الشمال، 38 ألف. هنا مثلا انت ممكن تلعب ألعاب معينة أو توصل حاجة معينة لألعاب معينة لليفل معين، زي مثلا أشوف لكم دلوقتي. تنزل من برنامج كواي، هتنزله هتاخد 45 ألف نقطة. لعبة مافيا سيتي هتنزلها هتاخد 12 مليون 150 ألف نقطة، يعني رقم مهول. لو وصلت بس لليفل 20، طبعا لو وصلت ل12 مليون انت اصلا اقل حد للسحب 7 مليون، يعني ادنى حد للسحب زي ما احنا شايفين 7 مليون، يعني انت كده ما جبتش 7 دولار، انت جبت اكتر من 7 دولار لو لعبت بس اللعبة دي ووصلت لمستوى 20. طب نشوف حاجة تانية، اللعبة دي هتوصل لمستوى 150 هتاخد 756 ألف نقطة. هنا اللعبة دي هتوصل لمستوى 100 هتاخد 117 ألف 900 نقطة. هنا اللعبة دي هتوصل لمستوى 401 هتاخد 1,462,500 نقطة، وهكذا. ألعاب كتير جدا واستبيانات واستطلاعات رأي. هتنزل بس البرنامج وتستخدمه، مثلا هنا هتلعب 10 قصص في 7 أيام وهتاخد 2,700,000 نقطة، يعني نص ال7 دولار هيبقى معاك. برنامج ولا أسهل من كده. هنا مثلا البرنامج ده هتحل 3 بازل هتاخد 432,000 نقطة. هنا هتوصل لمستوى 50 هتاخد 202,500 نقطة، وهكذا. والسحب هتضغط هنا وتقول له سيف ايميل ادرس، وتبدأ تسحب عن طريق انك تضغط هنا وتبدأ تسحب فلوسك بكل سهولة على بيبال.
في خلال مثلا 3 ايام او 5 ايام عمل. هنا مثلا لو في مهمة انت بتعملها زي لعبة او كده، فبتدخل تضغط في النص هنا بيقول لك مستوى التقدم بتاعك ايه، يعني انت وصلت لمستوى كام من اصل. مثلا لو انت المفروض توصل لمستوى 20، انت وصلت لمستوى 5 من اصل 20 وهكذا. هنا مثلا لو انت هتدعو حد من اصحابك، لو هتدعو حد من فيسبوك او واتس او كده، كل شخص هتدعوه هتاخد 50,000 نقطة على الدعوة بس لوحدها. دي كل حاجة في البرنامج. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.